أخبار اليوم. السنة دي في لبنان أحضر مهرجان لرز الجمال، والحمد لله ربنا وفقني وعملت شو الحمد لله. وأشكر جدا الأستاذ خليل السيد والأستاذ حسام عقل والأستاذ عبد يونس، وبصراحة مهرجان ناجح جدا واستقبال رائع، ودايما إن شاء الله نقدم المزيد والمزيد من النجاح. احنا عملنا خطوط الموضة السنة دي 2016 بين شنيوهات وبين ميك اب. الشنيوات طبعا كلها خلفيه الراس طبعا تحت، وعملنا الشغل مختلف بالاكسسوار والميك اب، اختلف كله مع بعضه بقت كلها سيمتريه واحده. يعني السنه دي عملت في المهرجان عملت 6 تسريحات عرايس. طبعا انا اشكر استاذ خليل السيد جدا طبعا لانه هو واقف بصراحه جنب الوفود كلها اللي جت من كل دول العالم، وفعلا كان المهرجان شرس جدا جدا بكله، كل كوافير وكل مصفف تجميل كله طبعا بيقضى احلى ما عنده لسنه 2016، والحمد لله فعلا ربنا كرمني وقللت الاستحسان من فضل ربنا. يعني هو مش بالصراع، هو بيبقى تبادل افكار، تبادل خبرات، تبادل فكر ما بين دول ودول. انا بقرا افكارك وما هو الصحه الجديده يعني عندك، ونفس الكلام برضو بيبقى خبرات بنكتسبها من بعضنا، لكن ما بيبقاش في صراع يعني الحمد لله. بس ممكن تنافس بناء، تنافس جميل يعني.